السلام عليكم، درس جديد في بايثون. اليوم بنشوفوا لي فاريابل اللي تيب. كالعادة نذكروا اللي المحتوى بتاع الفيديو هذا مش ديستيني بور لي بروفيسيونيل، دونك سي فو سيت ان بروفيسيونيل سامحنا سيدي تعدى، سينو تنجم تشجعنا وتكمل الفيديو للاخر. باه الفاريابل مشينا جبنا ديفينيسيون على اصولها مع عند اللي بدعوا الانفورماتيك اللي هما لي امريكان، دونك ديفينيسيون بالانجلي راك تشوف. دونك الفاريابل هي مجرد ولا هي عباره على ستورج لوكيشن، هو مكان في الذاكره لتخزين المعلومات. هو with an associated symbolic name or identifier، المكان هذا في الذاكره هو مقرون باسم والا بمعرف. which contains some known or unknown quantity of information، دونك مقرون وعنده فيه محتوى معلومه والا معلومات. هنا تعداو للايدول تاع الشاب ونبداو تستي واحنا نشوفوا اتوريت كافير نجربوا مع بعض. دونك حط فاريابل ماي انت، ماي انت تشوف فيها حطيتها بالمينسكول ومش نافكتي فيها 9 اتيكال 9 دونك مش تحط 9 هذه باش تحط في المحتوى اونتري، وبعد جوست بور لافيشي جوست باش نعاود نكتب ماي انت ونحط اونتري ماي انت اونتري. فوالا لهنا ظهر لافيشاج 9، دونك 9 هي المحتوى تاع المكان في الذاكرة المخزنة اللي اسمها ماي انت. باه جوست هنا توا نرجعو بالتوالي للغات أخرى. احنا قلنا راهو البايثون هو لونغاج موش تيبي، موش فورتومون تيبي كيما سي و سي بلس بلس و جافا. اللي يعرف اللغات هذوما كيما الباسكال زاد، اللي يعرف اللغات هذوما يلزمنا قبل ما نستعمل اي فاريابل يلزمني ديكلاريها الفوق نعرف بها وبالنوع بتاعها، اسكو هي انتجر ريل فلوت اي حكايه شان دي كاركتير سترينغ، ومن بعد نخدموا بها. البايثون لا، البايثون اذا في انت تستعمل فاريابل وتخدم بها يصير هو واحد واحد البايثون يعرفها ويحط لها بلاصتها في الميموار. مي انا باش نجرب جينيري ايرور، انا كتبت انت ماي انت يقال انا في عباره كتبت فاريابل حطيت لها النوع بتاعها التايب بتاعها وافكت فيها نوف اونتري باش يجينيري ايرور، باش يخرج ايرور باش يقول لي راني الفورمولاسيون هذه ما عرفتهاش وعنده الحق. دونك انفاليد سانتاكس، سانتاكس هذايا ما يعرفوش. انا بالطريقه هذه ما نجموش نخدمو في البايثون. بايثون اسهل برشا، جوست حاجتك فاريابل اذكرها وتعدى، اكتبها وتعدى. باه بالنسبه للفاريابل، الفاريابل فما قواعد، فما ثلاثه قواعد مهمه كالعاده. الزانفورماسيون هذوما جبناها من الانترنت. اول حاجه الفاريابل لازم تكون من حروف وارقام، لتر اشيف واندرسكور. ثاني حاجه يلزم الفاريابل تبدا ديما بلتر ولا اندرسكور، ما تبداش برقم. وثالث حاجه في البايثون اللي هو معناها كيز سنسيتيف، معناها فما فرق ما بين الكابيتال لترز وال كيما نقولوا الماجسكول والمينيسكول. باه هات نجربوا احنا تاو مثلا نحطوا فاريابل راك تشوفوا حطيت ام ماجسكول ماي انت ونحط اونتري. بالطبيعه البايثون مش عارفها على اساس انا قلت ماي انت مع اونتري معناها افيشي لي كونتينو تاعها، اي بان احنا ما استعملناهاش وما فكتينا فيها حتى شيء، دونك مش عارفها ما حطيتهاش في الميموار، على عكس الماي انت اللي هي بالام ماجسكول. نجرب فاريابل اخرى مثلا اج ايتيغال 10 سافا اونتري تعدى قبلها. نجرب حاجه اخرى مثلا اج 10 معناها حروف ارقام ايغال 10 اونتري تعدى قبلها. نجرب حاجه اخرى مثلا نبدا برقم 10 اج ايتيغال 10 ها لهنا فاليد سانتاكس، دونك ما نبداوش فاريابل برقم. وهذه الفورمولاسيون بون موجوده في بايثون موجوده في دوتر لونغاج. نبدا مثلا اج بالاندرسكور قبلها معناها فيها حتى مشكل.
نجربوا مثلا نعملوا هاشتاج اج ايجال اتيس، راك تشوف فيها حاطها اون روج، وانا حتى كي نطلب لافيشاج مش في مش في قبلها مش في شي حتى شيء، ما خرجناش الرور مي ما قبلهاش ديجا لافيكتاسيون تاع العشره ما حطهاش في الميموار، راك تشوفوا جربت وطلبت لافيشاج ما فيش حتى شيء. نجرب تاو اج ونحط كاركتير سبيسيال مثلا اج بوان 22 ايجال 22، راك تخرج خارج غلطة، معناها ما تصيرش كما قلنا حروف وأرقام، والفاريابل تبدأ كان بالحروف بيان سور لاندرسكور. دونك نرجعو للديفينيسيون تاعنا، بيان سور في ديكلاراسيون تاع لي فاريابل فما دي مو ريزيرفي، فما كلمات خاصة بالبايثون ما يلزمناش نستعملوهم ما ندوروش بيه، اللي هم معروفين كما البريك والاز والايف والفور والجلوبال والريتيرن الجو هذاك الكل والداف والفاينلي والبرنت، الكل هذاك ما يلزمش نستعملوهم، مش هو ما يوقعش عنده لغط على مستوى السنتاكس. هنجربوا فور، فور ايتيكال اديز بيان سور خرج ايرور، خرج ايرور وبيان سور مش يقبلها خاطر فور هي كلمة ريزيرفي مستعملة بالنسبة لبايثون. نجرب توا نعمل مثلا my int يتيقال 10 ونعمل my float نعمل نحط فيها 20.5، هاك تشوفوا عملت variable integer variable real ولا float حطيت فيها continue. نجم زادا نعمل valor complex my complex equal 1 g، الجي هي البارتي imaginaire نتاع الفالور هذايا complex. باه شنجم نجربو آخر نشوفوه مثلا ماي نيوم، ماي نيوم مثلا نحط فيه فالور، نحط فيه 10 اكسبوزون 10 وي سي سا هنا، ونعمل لافيشاج ماي نيوم هوب عارف تشوف فيه فالور برشا صفار. الاكسبوزون هذيك نجم نعملوها بالماجيسكيو بالكابيتال لتر 10 ماجيسكيل ديس هوب، ونعمل افيشاج اونتري تشوفوا نفس الريزلت ذا سيم ريزلت. باه نجرب تاو حويجة عشان دي كاركتير ماي سترينج اونتر دبل كات جيمي نحط فيها ماكس بار اكزومبل ولا مين ولا اي حكاية، كيف كيف نعمل دبل كات نجم نستعمل تشوفوا الافيشاج ماكس ظهرت. باه نجم نعمل ريافيكتاسيون نعش انا ماكس ولا نحطوا اي كلمه سبايدر مان شوكو توم اي حكايه ماي سترينج توم بار اكزومبل، ونعمل بعد لافيشاج لافيشاج بيان سور مش افيشينا توم، نفهموا من هنا اللي ريافيكتاسيون تصير بويسكو انا استعملت فاريابل حطيت فيها فالور رجعت استعملت نفس الفاريابل وبعد بدلت حطيت فيها فالور اخرى، الفالور الاولى دونك هي ماكس الفالور الثانية توم تبدلت، وفي الأخر لافيشاج ديما مش تقعد في الزون دي ميموار آخر فالور حطيناها في الذاكرة. نجم زادة تو نجنقل بحوايج أخرى مثلا نمشي نجي نعمل ماي فلوت نحط فيها الماي انت اللي هي الانتجر، معناها هي فاريابل ديكلاري امبليسيتمون ريال حطينا فيها فاريابل انتجر، هاك تشوفوا دونك ظهر 10 10 كهوا كان تلاحظوا مش 10 نقطة صفر، معناها لهنا الكونتينر الكبير هي ريال وحاطين فيها انتجر. البايثون جوست حافظنا معناها حاجة باهية تسمى حافظنا على النوع، حافظنا على النوع نتاع الفالور هذيك، بورتون الكونتينر هو ريال، معناها الماي فلوت هي كي ديكلارت أول مرة بالأساس هي ريال. هات نجربوا حاجة أخرى نهيت نفورسيوها نقول له ماي فلوت ايتيغال فلوت، هذه فونكسيون بري ديفيني تشوفوها في فيديوهات اخرين، فلوت ماي انت، فلوت ماي انت هنا نعمل افيشاج اونتري انا ظهر تبع 10 نقطة صفر على عكس الاخرى، هكا متفاهمين. دونك استعملت ان ديفيني ان فونكسيون بري ديفيني اللي هي فلوت. به نجم كيف كيف نعكس الحكاية نعمل مثلا my int ونحط فيها float
مفورسينها بيان سور، خاطر ما ينجمش الفلوت نجم حطينا فيه الانتجر، مي الانتجر مش نحط فيه الفلوت، دونك تعدينا على فونكسيون بري ديفيني اللي هي انت، انت ماي فلوت نعمل افيشاج 10، دونك العشرة نقطة صفر كي عديناها على فونكسيون بري ديفيني ولات 10. دونك سي سا، احنا شفنا ديجا بالصدفة شفنا دو فونكسيون بري ديفيني اللي هما فلوت وانت، بشوية بشوية ولينا نعرفو فونكسيون هذه زاد تايب، تايب مهمة بيان سور، مش نعرف الفالور ولا مش نعرف التيب، التيب دو فاريابل. تشوفوا ماي انت الى في شيء انت، هات نجرب تايب نحط له مثلا الريال هذيك ماي ماي فلوت بيان سور اونتري هوب، ها تشوفوا فيها فلوت ريال. ده هات نجرب هذيك الفاريابل اللي استعملتها غادي فوق اسمها ماي نيوم، ماي نيوم جوست باش نعمل ماي نيوم حطيت فيها الاكسبوزون وي نعم تشوفها. دونك تايب ماي ماي نيوم شوفوا كيسكو سا دون، اي با سي سي سا تيب فلوت. نعملوا ضريبة تاو شين دو كاركتير تايب ماي سترينج اونتري فوالا استير. دونك الكوموند هذه تايب مهمة برشا باش نعرفوا، ساعات احنا في وسط البروغراماسيون نضيعوا وما نعرفوش شنية هي التيب نتاع فاريابل معين، دونك استعمل تايب. باه ماي انت بلس ماي فلوت هذه عملية جمع باش خرج لي 20.0. بيان سور كي تجمع ريال مع اونتيي النتيجة مش تكون ريال، ديما الريال يغلب الانتيي كيما شفنا في الاولويات بتاع الجمع والطرح وكل شيء. دونك في الاولويات هنا ما بين الانواع ولا لي تايب الانتيي الريال، الريال بلوتو يغلب الانتيي. نكونوا هكا كملنا الدرس نتاع اليوم، ان شاء الله يكون مستساغ المعلومات الانسيابيه، ما فماش حاجه صعيبه ريالمون، جوست اللي بستان يستخدم دوتر لونجاج كيما بي اتش بي ولا جافا ولا سي مش يجي حاجة كبيرة، جوست فما هكا فوارق صغيرة أنا ولينا نعرفوهم وبالخدمة وبالإكسبيرونس نتمكنوا منهم وتصير حكاية سهلة. نكونوا هكا كملنا الفيديو بتاع اليوم، نقابل في حكاية أخرى إن شاء الله. انت حيالي علاش ما حسبت